أخبار مهرية باختصار. ميليشيا الانتقالي تعترض موكب رئيس الحكومة معين عبد الملك أثناء توجهه إلى مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، واندلعت اشتباكات محدودة بين الميليشيات وقوات أمنية حكومية فيما تمكن موكب رئيس الحكومة من الوصول إلى المدينة. الحكومة والحوثيون يتوصلون إلى صفقة لتبادل الأسرى والمختطفين تشمل قادة عسكريين وسعوديين إضافة للصحفيين. الصفقة تضمنت إطلاق وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي واللواء ناصر هادي وأولاد الفريق علي محسن وطارق صالح. السلطات في تعز تعلن تضرر 16 منزلا جراء السيول التي اجتاحت شوارع وأحياء في المدينة. الأضرار تركزت في مديرية صالة وشملت أيضا الطرق والأراضي. هدف الإيفواري فرانكيسي يحقق إنجازا في تاريخ برشلونة الذي حمل رقم 3000 بعد أن سجله في مرمى غريمه ريال مدريد. وصل برشلونة الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني للفوز رقم 100 في الكلاسيكو أمام ريال مدريد. عمل إنقاذ يلقي نصف مليون دولار من نافذة منزله بعد أن جمعها خلال عملية الإنقاذ في تركيا. العامل حاول التخلص من مبلغ خلال عمليات مداهمة نفذتها الشرطة الروسية. إلى اللقاء باختصار آخر.